مايكل تومسون ليك نصيب يا مايكل ترجع الاهلي تاني. وادي واحده ثلاثيه الاول الاولى ثلاثيه مايكل تومسون اول ثلاثيه من ايده. ايهاب امين ايهاب امين عدى راح حطها لتومسون سهله 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 وصلاح سالم بدون اشارات بيسهل. والمتابعه برضه للجزيره جاي جزيره كده الله ايه الاسيست ده ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده اسيست رائع من كابتن كرداني. ادي عاصم الجندي كاكاوي ليه شوكت على الثلاثيه الله عليك الله عليك يا شوكت ثلاثيه مدويه من شوكت. عمر عزب على الثلاثيه بيفكر ممكن يا ولد يا ولد يا ولد ثلاثيه حلوه قوي من الاختراق عدى ولكن الصناديلي ايه قافلها يا جماعه. سيف سمير حطها لعمرو زهران حد كده السلام عليك يا عمرو. عمرو زهران كده سرق الدفاعات استلم وحط معاه مؤمن اختراق عدى مرق الله ايه البلوك ده ده بلوك يصدع طارق خيري مهيبه على الثلاثيه الله عليك الله عليك الثلاثيه كما تنبغي مع مهيب انما قطعها مين مؤمن طارق خيري عدى راح وصلاح سالم بدون اشارات مع مؤمن طارق خيري اوعى تغمض عينيك قطع الكوره وسجل وخد رميه اضافيه مؤمن طارق خيري.